يمني إلى مصر فتطواني بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمني إلى مصر فتطواني. وسهلا فيكم متابعين قناة خط سير، مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب أذكركم الاشتراك بالقناة وابداء الإعجاب، وإذا عجبك الفيديو شيره وعلق لي عليه وما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم، إذا عندك أي مكان حاب تشوفه بس خبرنا عنه، إحنا إن شاء الله بنوصل له ونعمل لك عنه فيديو مميز. إحنا اليوم في أم قيس، هذه أم قيس هناك في الأخير، هنعمل زوم. هذيك القرية الصغيرة اللي مبينة، هاي الحمة، هذه الحمة الأردنية بعدها الحمة السورية. هذا الفيديو إهداء لجميع المتابعين، ما حد طلبوا مني، أنا اللي بصوره مني، وبرضه راح أعمل له إهداء مميز لكل المتابعين اللي عندي المميزين بالقناة، يعني أكثر ناس بتشارك، أكثر ناس بتدعم القناة من دعم معنوي، دعم بالشير، دعم باللايك، دعم بالتعليقات، والدعم المادي أيضا. إن شاء الله راح تكون هاي فقرة على طول تضلها معي، كل فترة والثانية بنزل فيديو إهداء للناس المميزة. طبعا أم قيس من أجمل المناطق اللي ممكن تزورها في الأردن، يعني للأسف زيارات عندنا قليلة لهي المنطقة، مع أنها منطقة تستاهل كثير أنك تزورها. هذه هي الحمة، شايفين الحمة؟ هذه هي الحمة، هيها عندي هناك. شوفوا ما أجمل المنظر العام، يعني شوفوا المنظر العام ما أجمله، منظر كثير جميل. وهذه بلدة أم قيس، القرية الجميلة جدا اللي احنا متواجدين فيها اليوم. طبعا هي جاي في اقصى شمال غرب المملكة الأردنية الهاشمية، في اقصى شمال غرب. انا ما بدي اعطيكم معلومات تاريخية عنها، يعني شوية معلومات عادية، انا بصوركم جمال المنطقة بس، يعني هذا اللي بهمني كثير بالفيديو هذا. طبعا منطقة أم قيس من مناطق او مدن ديكابوليس اللي حكيت عنها انا بفيديو من فيديوهات اربد القديمه، واللي كانت اتحاد ضد الانباط، تخيلوا، يعني عملوا اتحاد هذه المدن 12 مدينه ضد الانباط، من بينها مدينه ام قيس. الانباط وصلوا لهون، يعني وصلوا اربد وحاربوا وانتصروا كمان. هاي بعض الاثار القديمه للمدينه اللي بعدها موجوده، شايفين كيف موجوده هون. طبعا كان فيها مدرجين رومانيين، واحد منهم حروح عليه حفرجيكم اياه، واحد منهم بعده موجود وبعملوا له ترميم بالاثار، والثاني اهل البلد اخذوا الحجار وعملوا منها دورهم، يعني اخذوا حجار بعد ما صار الزلزال الشهير في 749، زلزال الشام الكبير، بعض السكان اخذوا الحجار اللي انهارت وبنوا فيها القريه، يعني عملوا اساس القريه أم قيس الموجوده عندهم. يعني هذه المدينة هيك كانت، هيك شكلها كان قديما. وهذه البيوت تبعتهم، يعني شوفوا كيف صارت أطلال. هذه بيوت أهل مدينة أم قيس القديمة. طبعا هي مدينة مر عليها كثير امبراطوريات، بين الرومانية، حتى مرت بعصر الهيلينسكي، العصور الإسلامية، العصور البيزنطية، حتى العصور الحجريه والنحاسيه مرت على هذه المنطقه. خلينا نكفي. طبعا هلا بس نوصل مكتب اثار لواء بني كنانه، احنا لازم نتجه باتجاه مكتب الاثار. حنروح على اليمين نشوف طله بحيره طبريه، طبعا المنطقه بتشرف على ثلاث دول، المملكه الاردنيه الهاشميه، الجمهوريه العربيه السوريه، وفلسطين المحتله. من ضمنها بحيره طبريه، هلا بنطلع بنصور بحيره طبريه. شكرا.
الغريب في سياحة كثير قوية اليوم، ممكن أنها آخر جمعة قبل رمضان. يعني ما شاء الله الجو كثير جميل وناس كثير، انا تفاجأت من كثر الناس الموجودة هون اليوم. مي بارد الثلاث ليرة، مي بارد الثلاث ليرة، يلا مي 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 الثلاث ليرة. يلا مي 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 بارد الثلاث ليرة، تفضل يلا مي الثلاث ليرة والكاسات ب10 قرون. يلا ماي بارد، يلا دورة 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 دورة. هاي دكاكين قبل المدرج الروماني كانوا يستخدموها دكاكين للحم، هون كانوا القصابين يذبحوا ويحطوا اللحم تبعهم. ليش ابعدوه شوي؟ انا ابعدوه تقريبا 70-80 متر عن المدرج عشان ريحه اللحوم، لهيك ابعدوه عن المدرج. المدرج قدامنا هلا على السريع بندخل فيه. هذا المدرج الروماني له طريق من هون هسه بندخل له، هاي قدامنا. بدي احاول ما اعلق كثير عشان تستمتعوا بالمنظر. هيك ندخل المدرج الروماني. مدرج الروماني الوحيد اللي موجود في العالم لونه أسود لأنه من حجارة بركانية. صراحة منطقة جميلة جدا، بشجع الكل يجي يزورها. طبعا صورنا المدرج الروماني وهنا طالعين باتجاه شغلة حتكون مفاجأة، المقابر الرومانية القديمة. تيجي عبارة عن توابيت حجرية لها غطا، هلا طالع عليها انا. طبعا هذا معبد هرقل، انا مش كثير بهتم فيه لانه ثلاث ارباعه رايح، يعني الساحه الرئيسيه للمعبد. يلا
هاي القهوة على الفحم، عندنا ماي بارد. هذا الممر الرئيسي للمدينة القديمة، يعني بقول له اللي هو شارع العامد زي جرش. هذا هو. طبعا عندنا طبرية على اليسار والجولان هيها على اليمين، هذه المرتفعات مرتفعات الجولان. بلشت تشتي. هاي كلينت اسود واصدقائه. هاي الجولان وهي طبرية. وهناك بالاخير اللي هي الحمة السورية. يلا قولي لي يلا بس. هذه الحمة السورية. يلا ماي بارد، يلا ذرة ذرة ذرة. راح كله لينا راح. يلا ماي بارد، يلا ماي بارد، يلا ذرة ذرة ذرة. هذا كان عبارة عن معبد من ثلاث طوابق، هذا اللي ظل منه، هذا اللي ظل منه. هاي التلة زي ما انتم شايفين تلة، بس هي كانت فعليا مدرج روماني كله انهار. هاي مبين كيف تقويسته باينة، في مخرجين لسه ومدخلين شغالات، هذا المدخل وهذا المدخل الثاني، هن الوحيدات اللي شغالات هون. يعني كان عندهم كثر أهمية هاي البلدة الجميلة، كانوا عاملين فيها مدرجين مش كعادة الرومانيين، يعني عملوها بس بجرش، هاي عملوها هون. برضو كانت حجاره سودة، هاي بعض حجاره. طبعا حكينا انه هذا الحجر، هذا الخزق اللي في الحجر مش للمي ولا لشي، هذا عشان يثبتوا حجر على حجر، بحطوا فيهم زي الخبور، احنا بنسميه خبور حجري بين الاثنين، فبيركبوا عشان ما يوقع. بس كان الزلزال في العام 749 كثير قوي، لهيك انهارت تقريبا كامل لأم قيس. يعني في إدارة الآثار مشكورة رممت اللي بتقدر ترممه والباقي ظل. هذا هو المدرج، مبين شكله كان مدرج. هسه هطلع على القبور
قبور رومانية قديمة عمرها بحدود 1000 سنة وإشي أكثر منها. طبعا غريبة، حتى الباب حجري وزنه يمكن طن، وبيفتح وبيسكر لليوم هذا. هلا بنروح عليها وبنشوفها. طبعا أنا بحكيش كثير، بعلقش كثير عشان تستمتعوا بجمال المنظر. طبعا الدنيا عم ترشرش علينا مي هلا، يعني كثير حلو الجو، جو مش طبيعي للحبيبة، هذا جو خيالي بصراحة. كثير جميل، يعني منظر كثير جميل. هاي مقبرة حديثة مش قديمة، هاي عم بين القبور هون، الله يرحم الجميع يا رب. هاي يميننا ويسارنا في قبور. شوفوا المسار ما أجمله، مسار جميل جدا، كله خضرة، يعني الخضرة في بعضها بوصل أكثر من متر ارتفاعه، يعني ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل جدا. نترككم مع الصورة، نترككم مع الصورة بعدين نتكلم لما نوصل القبور. يعني مع انه المطر بزيد، بس صراحة الجو اللي كثير جميلة تحت المطر بدون شمسية، شيء رائع بصراحة. يعني يا ريت الكل يجي هون ويزور هاي المنطقة الجميلة جدا. ادخلية للأردنيين نص دينار أردني، للأجانب بتوقع 3 أو 5، مش ذاكر، بتوقع 3 أو 5 دنانير للأجنبي، للأردني نص دينار، يعني مش مستاهلة، تقدر تيجي أنت وعيلتك كاملين هون. هاي وصلنا منطقة القبور، والله شكلي فوتنا. لا لا ما فوت مزبوط، لأنه مرات بفوت عادي يعني. ايوه هذه هاي المنطقة كانوا يدفنوا فيها أمواتهم. طبعا كانوا يعملوا تابوت حجري، والتابوت الحجري له غطا، يعني زي هذا التوابيت، هاي بعض التوابيت شايفين قديش هاي التوابيت كانوا ينحتوها نحت. انا حدخل جوا، هاي كمان واحد، خليني ادخل على المقبرة نفسها اللي الها بوابة، هيها الها بوابة حجرية وبتسكر وبتفتح ليومنا هذا. يعني انا هحرك لكم البوابة لحتى تشوفوها، هذه هي البوابة ما شاء الله، العشب واصل لوين. هاي زي ما انتم شايفين هون، هاي القبور، هاي توابيت لها، وشوف البوابة كيف بتفتح بتسكر، مثبتينها على الاخير عشان ما حد يسكر على حاله. انا محركها ومثبتها قبل المرة. هذه التوابيت طبعا بدها ضوء اكثر من هيك، ساطع اكثر من هيك لحتى تبين. نجرب ننزل، خلينا ننزل، يعني كوي شوي ما معتنا، نحاول نسكر الباب. هاي الباب نشوف كيف بسكر. اوه كان ملزقينه تلزيق عشان الناس، خلينا نحاول. هاي شايفين كيف بسكر، هاي سكرت نصه، هذا هو، أنا سكرت نصه، نرجع نفتحه، هذا صوته، خلاص بكف أكثر من هيك. هاي المقبرة، يعني بتمنى لو كان معي ضوء، شوف الضوء الثاني اللي معي، بلكي زبط. نضوي الضوء،
حتى تبان أكثر. شايفين القبور؟ هذه قبور رومانية. شوف هذا كيف جاي مع الغطاء تبعه، غطاء حجري، يعني وزن القبر كله يعني بتوقع طن. هاي هذا كمان، شايفين كيف جاي؟ قبور رومانية مسكرة. هذا رافعينه واحد فوق واحد. طبعا في قبور تحت الأرض، هي الخزوك تبعتها واضحة. هي هناك يعني مقبر، مدفن زي ما بنحكي احنا، مدفن. المصريين بسموها جبانة، يعني بحطوهم غرفة تحت الأرض وبيدفنوا أمواتهم. هذول غرفة تحت الأرض بس بحطوها في توابيت. يعني شوفوا كيف مكان شغلهم مبين، مكان ضرب الأزاميل. هم الحافرين المغارة، حتى المغارة محفورة حفر. مغارة جميلة. أنا يعني صراحة بستغرب، لأنه كثير زي ما شفتوا بالفيديو، كثير في عنا أردنيين وعرب بمقيس بالموقع الأثري، بس ولا واحد شفته هون، ولا واحد أنا شفته إجا هون شاف الأثار. للأسف إحنا شعب ما بنحب الأثار صراحة. يعني حقهم، يعني بيدوروا قاعدين على الأكل والشرب، وبيشتروا شعر البنات، وبيشتروا مشاوي، وبيشتروا دراي، وبيشتروا كل شيء، بس ما بيجيش يشوف الشغلة المهمة جدا هون، لأنه هذا الدفن لازال متبع بس بطريقة ثانية. هينا طلعنا من الباب، مش فرجيكم كيف سكرت نص الباب. يعني شوفوا كيف تسكر نص الباب. الغريب انه وزنه تقريبا يمكن نص طن او اكثر هذا الباب، ولسه بيسكر وبيفتح، لساته شغال. هذا الشعار اللي كانوا حطوه على المدافن تبعهم الرومانيين. نطلع شوفوا كيف غابة، انا داخل على غابة. طلعوا كيف، يعني ما شاء الله منطقة جميلة جدا، خضرة حلوة، تستاهل الزيارة. طبعا هون والله ما بعرف شو كانوا عاملين، يعني عاملين ديكوريشن، او ممكن برضه هذا نفسه قبور. هيا هذا نفس اللي شفناه جوا. طبعا انا خلصت لفتي بالاماكن الاثريه. في هون شيء اسمه ممر المائي موجود من هون، طبعا انا مش حدخله لانه اكيد هلا في مي، وعماره عن عباره او تونل بوصل تقريبا نص كيلو متر، تدخله من هون. هيو غرفه التذاكر، تجربه النفق المائي، هيا مكتوبه هون، تدخل منه. بعرفش كم التيكيت، نسيت والله. وبتنزل بضلك ماشي في النفق لحتى توصل نهايته. هذا هو من هون بتدخل له. احنا هلا راجعين على الجراج. طبعا عدد مهول من الاردنيين، انا انبسطت انهم موجودين هون، بس كنت حابب انه يروحوا برضه يشوفوا الاثار بشكل اكثر من هيك. يعني الجو جميل، بتوقع لانه اخر جمعه قبل رمضان، الكل جاي ما شاء الله. شوف الطبيعه هون، يعني الخضار وين مكان. هاي الجبال اللي هناك بتجنن، خلينا نعملها زوم. شيء بجنن صراحة. طبعا اسماء الدفعة هاي اللي انا راح اهديهم اياها بشكل خاص راح تنزل على الفيديو، ما راح اذكر الاسماء هلا. راح اختار الاسماء المميزة جدا عندي، اللي بعلقوا دائما، اللي بشيروا، اللي بعملوا لايكات دائما، وانزلهم على هذا الفيديو كهدية مني لهم. الفيديو الجاي حنشوف راح تتغير الاسماء المميزة ولا راح تضلها زي ما هي. تغيرت راح انزل اسماء جديدة واعمل فيديو جديد مميز للناس. برضو هذا الفيديو بمناسبة 5000 مشترك عندنا، بتمنى تساعدونا نصل ل 10000 ان شاء الله في وقت اقصر بكثير من الوقت اللي اخذته لحتى وصلت ل 5000. ما شاء الله لسه الناس بتيجي. العرب
أنا شوف كمية الناس اللي بالجراج ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا اتفاجأت بكمية الناس صراحة، أنا باجي كثير عليها عمري ما شفت الكمية هاي من الناس، أدريش إنه فيش باركينج. يلا ورق صبايا بربع ليرة. تمسك